أهلا بكم في حلقة الليلة من زوايا الحدث. سنناقش التأثيرات والتداعيات المحتملة لقصف صالة العزاء في صنعاء على عمليات التحالف في اليمن. جريمة الصالة الكبرى التي ذهب ضحيتها عشرات المدنيين في العاصمة صنعاء يتوقع لها كثير من المراقبين أن تمثل انعطاف مهمة في الحرب التي يعيشها اليمنيون منذ قرابة عامين. وبحسب هؤلاء فإن هذه العملية التي استهدفت مجلس عزاء وقتل فيها عدد من القيادات الموالية للرئيس المخلوع إلى جانب عشرات المدنيين سوف تكثف الضغوط الدولية على التحالف لإيقاف غاراته التي استهدفت في الآونة الأخيرة عددا من المواقع المدنية وقتلت عددا كبيرا من المدنيين في محافظات عدة. على الجانب الآخر ستعمل هذه العمليات على تأريب الرأي العام ضد عمليات التحالف في اليمن، وهو ما قد يستغله الانقلابيون في صنعاء لمنحهم دفعة إضافية في حربهم ويوفر لهم غطاء ومبررا لجر الناس إلى جبهات القتال كما دعا المخلوع في خطابه الأخير. إذن مشاهدينا، تأثيرات عملية صنعاء وتداعياتها على المسارين السياسي والعسكري للأزمة اليمنية ستكون محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث، لكن مشاهدينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. مجزرة اكتملت فيها أركان الجريمة واشتملت على كل ما يمكن أن تحويه بشاعة الحرب ولؤمها ومآسيها من صور، هكذا يمكن القول عن حادثة استهداف صالة للعزاء في صنعاء. العزاء الذي كان لميت واحد فجأة تحول إلى مأتم ومبكى لليمن كله. ما يربو عن 140 قتيلا ومئات الجرحى هم محصلة لعدم اكتراث آلة القتل بالآدمية في بلد أصبحت أراضيه ساحة حرب مفتوحة. تتعاظم الجراح وتكبر المأساة وتضاف الحادثة إلى جرائم لا تزال ندية ويدخل الشعب في حلقة متسلسلة من الألم. وبينما ينفي التحالف العربي صلته بالحادثة ويظهر استعداده لإجراء تحقيق حولها، يتناسى الانقلابيون في كل مرة أنهم السبب في كل ما يحدث في البلد من قتل ودمار، وكعادتهم يمسكون بالطرف الذي يرون أنه مناسبا لاستثماره لمزيد من الموت ودفع الناس إلى جبهات حربهم التي تبدو بلا نهاية. وحانت ساعة الصفر أن أدعو كافة أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية إلى جبهة القتال إلى الحدود للأخذ بالثار. أما الحكومة الشرعية وعلى لسان وزير خارجيتها فقد اكتفت بإدانة الحادثة مجددة دعوتها إلى الدخول الجدي في حوار لإنهاء الحرب وإعادة السلام، وذلك أقصى ما يمكن أن تخرج به. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بدوره اكتفى بالإدانة مذكرا أن هذه الجريمة تتنافى مع القانون الدولي ومؤكدا على ضرورة معاقبة الفاعلين. أما الموقف الأمريكي فقد ظهر منزعجا هذه المرة من سماع الأخبار الدامية على حد وصفه، مؤكدا أنه سيعمل على مراجعة دعمه للتحالف العربي، وهو ما يجعل البعض يذهب إلى القول بأن الحادثة ربما يكون لها تأثير على سير الحرب في اليمن، خصوصا وأن الموقف من استمرار الغارات كان أحد عقبات عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة المرتقبة. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش حول يعني التداعيات والتأثيرات على يعني لقصف صالة العزاء في صنعاء على عمليات التحالف العربي في اليمن، سينضم إلينا الآن من برلين المحلل السياسي أيمن نبيل. سيد أيمن مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا بك. يعني سيد نبيل، بداية جريمة أخرى بحق المدنيين، ولكنها هذه المرة لا تبدو خطأ كما كان يحدث في المرات السابقة. باعتقادك ما التأثيرات المحتملة لمثل هذه العملية في هذا التوقيت؟ هناك تأثيرات عديدة، ولكن علي أن أبدي ملاحظة هنا أن حتى في السابق لم تكن أخطاء، لا يوجد أخطاء هنا، الأهداف تكون في يعني في أماكن مكتظة بالسكان، نعم. وبالتالي لا مجال هنا للخطأ، دائما القتل يكون عمدا، يكون استسهال يعني غالبا واسترخاص لدماء المواطنين. التأثيرات هذا الأمر هذا هنا يعني يعتمد على كيف ستكون ردات الفعل، ولكن المرجح أن لن يكون هناك تأثيرات كبرى، يعني هناك جرائم كثيرة ومجازر كثيرة ارتكبها طيران السعودية والإمارات وما يسمى بالتحالف العربي،
بحق اليمنيين في الحديدة وفي حجة وفي صعدة، أماكن كثيرة. الآن إذا ما استثمر هذا الحدث بصورة جيدة على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي، قد تتوقف نوعا ما يعني، أو تحصل عملية يعني هدنة نوعا ما، أو انتباه أكثر يعني عدم قصف المدنيين. هذا التأثير قد يحصل ولكنه ليس مضمونا لوجود تجارب أخرى كثيرة. هناك حاليا يعني سيد أيمن يجري التحضير لبدء جولة جديدة من المشاورات، يعني المبعوث الأممي يسعى لعقد جولة جديدة من المفاوضات، لكن كان الحديث يدور من جانب الميليشيا عن إيقاف غارات التحالف مقابل وقف إطلاق النار. هل تعتقد أن هذه العملية ستمثل ضغط إضافي على التحالف لإيقاف عملياته العسكرية في اليمن؟ القوى السياسية، القوى الإقليمية يعني والقوى الدولية قد تضغط بهذا الاتجاه، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ضجرة من هذا السلوك، طبعا ليس لأسباب إنسانية وليس لأسباب إنسانية ولكن لأسباب تخص رأيها العام في الولايات المتحدة الأمريكية. قد هذا كله أمر محتمل، ولكن التجارب السابقة للمجازر التي قامت بها قوات التحالف من قبل تنبئ بأن الناس تنسى والعالم ينسى. يعني لدينا الآن مثل مهم، لدينا الآن سوريا، يعني المجزرة المروعة التي حصلت بالأمس تحصل في سوريا تقريبا بصورة يومية، ولكن ماذا حصل في سوريا؟ 5 سنوات والأمور لا تزال سارية والقتال سائر. المفاوضات بحد ذاتها يجب أن تحل الإشكاليات، هناك إشكاليات موجودة أساسا في الواقع السياسي اليمني، بغير حل هذه الإشكاليات القتال سوف يستمر والمجازر سوف تستمر من الطرفين يعني. نعم، الولايات المتحدة أيضا قالت إنها ستراجع دعمها للتحالف، يعني باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا إذا ما تم هذه المراجعة على عمليات التحالف في اليمن؟ أعتقد أن هذا فقط مجرد كلام إنشاء الاستهلاك العام. يعني قبل أسابيع قليلة يعني جرت صفقة مهولة بملايين الدولارات، صفقة سلاح اشترتها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأي مراجعة لا تقوم بعد ذلك على إجراءات عملية أو لا تتبعها إجراءات عملية، مجرد استهلاك إعلامي، ويبدو أن هذا مجرد استهلاك إعلامي أو ضغط إعلامي فقط. لكن إلى حد الآن لا يوجد أي ضغط على مستوى صفقات السلاح، على مستوى الأموال، على مستوى حتى الخطاب العام. يعني أوكي ليس شيكا على بياض، هذا أمر جيد، ولكن لم يسد على السفير مثلا، لم تصدر إدانة شديدة اللهجة. كل الأمور هذه مجرد أعتقد يعني حتى الآن هي مجرد فقط يعني محاولة لرفع العتاب كما نقول. نعم، سيد أيمن تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من جدة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. دكتور خالد مساء الخير. مساء النور يا هلا. دكتور خالد نبدأ معك يعني من الغارة التي حدثت مؤخرا، أو العملية للتحالف العربي التي تسببت بمقتل عدد كبير من المدنيين، يعني وهو ما جرى عليها إدانات واسعة من قبل المنظمات الدولية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر مثل هذا على عمليات التحالف في اليمن برأيك؟ يعني أعتقد نفس القدر من التأثير الذي حدث للحملات الدولية سواء في سوريا والعراق أو في أفغانستان. يعني حتى لو كان هناك خطأ ونحن نستبعد ذلك لأنه التحالف نفى، فالأخطاء تحدث ولا تؤثر على العمليات الكبرى، لأن الأهداف الأكبر والأسمى هي الأهم، يعني إنقاذ الشعب اليمني من براثن هؤلاء الإنقلابيين. على كل حال الرواية الحوثية فيها كثير من الثغرات، ومن بينها مثلا أن التصوير استعد له مسبقا، كانت هناك كاميرات تقرب وتصور، كاميرات مهنية خارج المقر صورت التفجير، ولكن لم تصور أي طائرة ولا أي صاروخ قادم من الجو. ثم أن لم يظهروا حتى الآن أي صاروخ يعني يقوم بتفجير مكان كهذا، بيبقى منه يعني آثار ومحتويات وبقايا من هذا القبيل. لم يظهروا أي شيء حتى الآن يؤكد ذلك. يعني كل الدلائل تشير إما إلى أن الحوثيين قاموا بذلك، لأنه معظم الموجودين من جماعة المخلوع والحوثيين انسحبوا قبل التفجير، وبالتالي كان الضحايا منهم قليل جدا، أو أنها القاعدة كما أعلنت أنها قامت بهذه العملية.
أما قوات التحالف فهي واثقة من نفسها وقالت أنها ستظهر كل الدلائل التي عندها من تصوير ومن غيره لتثبت ذلك، وستتعاون مع الأمريكان في لجنة مستقلة لتقييم الحادث وإظهار يعني أو التحقيق فيه. نعم، لكن دكتور هناك يعني بعض الناجين من هذه الحادثة يؤكدون أن بالفعل كان طيران التحالف يقف خلف هذه الغارة، وأيضا هناك من يشكك أيضا بالتحقيقات التي دعا إليها التحالف العربي بالشراكة مع الأمريكان بأن يتم المغالطات فيها. أولا، الذي كان موجود داخل القاعة ونجا منها كيف رأى السماء ورأى أن هناك طائرة جاءت وألقت صاروخها؟ الطائرات تحلق على ارتفاعات شاهقة جدا، فهذا يعني نوع من الأكاذيب الظريفة والطريفة التي يعني اشتهر بها الحوثيون، مثل حكاية أنه أسقطنا طائرة بدون طيار وقبضنا على الطيار. نعم، فيعني غير معقولة. ثم الشهادات كلها تأتي من طرف واحد، يعني من طرف الحوثيين وعلي عبد الله صالح، لم تأتي من أطراف محايدة، لم يكن في هذا العزاء أي شخصيات دبلوماسية أو أجنبية. أنا أشك جدا في أي شيء يرد من قناة المسيرة أو سبأ نت. تكرم بالبقاء معنا دكتور. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد أيمن نبيل. يعني السيد أيمن، هناك من يتحدث عن أن هذه العملية ستدفع نحو ازدياد التأييد للإنقلابيين، وقد يستغلونها لتعبئة الناس للذهاب معهم إلى جبهات القتال. إلى أي مدى تعتقد أن هذا سيكون واقعيا؟ هناك جانب واقعي طبعا في هذا الأمر، لأنه عندما ترتكب مجازر بهذه الطريقة وهذا الاسترخاص للدم، بالتأكيد هذا يستفز الناس، يستفز الآخرين. وقوة علي عبد الله صالح والحوثيين، رغم أنهم قوة يعني قوة طائفية وديكتاتور يعني لا يتورع عن فعل أي شيء علي عبد الله صالح يعني، ولكن مع ذلك يستخدمون منذ البداية التقنيات التي كان يجب أن تستخدمها القوى السياسية المناهضة لهم، بمعنى التحشيد، التعويل دائما على التحشيد وعلى الناس وعلى البروباغاندا وعلى هذه الأمور. بالتالي هناك جانب واقعي فعلا، يعني هناك أناس كثيرون سوف أو يعني لا نستطيع أن نحدد حجمهم بالتحديد، ولكن بالتأكيد هناك أناس سوف يعني ينضمون بدافع يعني الثأر والشعور بالمهانة، وهو شعور سليم ولا يستطيع أحد أن ينكره، يعني حتى نحن كمواطنين. يعني هذا جانب. الجانب الآخر، أنه أحب فقط أن أعلق أن على أي إنسان يناقش هذا الموضوع ألا يقوم بلعب دور لجنة التحقيق. نعم. يعني لما يكون في معك أنت فيديو يظهر في صوت طائرة تطلع وفي صاروخ، خلاص ينتهي هنا الأمر بعد ذلك. لكن أن يحاول إنسان دائما أن يبرئ طرفا ما، يعني في النهاية التحالف العربي هذا ليس يعني ملاك نازلة من الأرض. نعم، ولكن يعني هو سيد أيمن ضيفنا الآخر المحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي، يعني هو يقول من المبكر أن يعني أن ننسب التهمة للتحالف قبل إجراء أي تحقيقات. في الحقيقة أوكي، طيب لماذا إذن لا ننسب أيضا، لا نكون متورعين هكذا وهادئين عند جرائم الحوثيين وعلي عبد الله صالح في تعز مثلا؟ يعني لماذا لا نأخذ أيضا، لا نقوم بنفس، لا نتعامل مع جميع المجازر بنفس المعيار؟ نعم. يعني هذا أمر، يعني هذا أمر بديهي. هناك الآن فيديو يظهر، هناك حجم القتلى أنفسهم، يعني كمية القتلى، نوع التفجير، الأصوات، الفيديو، الشهادات المتواترة، أشياء كثيرة أخرى. في حال أن هناك شخص مثلا يشكك في هذه الرواية ينتظر لجنة التحقيق. أنا لا يعني لا هو بشكل عام نحن نناقش يعني ما هي التأثيرات سيد أيمن، ولكن يعني برأيك هذه العملية التي حدثت كيف يمكن أن تؤثر على عمليات التحالف وأيضا على موقف الشرعية؟ موقف الشرعية، موقف عبد الرؤوف منصور هادي وحكومته، فعلا هناك ضربات مستمرة لهذه الشرعية، أي شرعية في الدنيا، سيادة الدولة المهم دائما، البناء الأصل الفلسفي يعني أو الجوهر الكامن وراء فكرة الدولة هي السيادة. الآن أين السيادة الآن؟ أين طيب الآن كمان أيضا هناك فكرة الحماية، هذه الوظيفة الأولية للدولة. طبعا العالم قد تجاوزها الآن، لم يعد أحد يتحدث أن الدولة ستحمي المواطنين. الآن كيف ستوفر الدولة الرفاه للمواطنين؟ ولكن حتى في هذا الحد الأدنى هناك مجازر تحصل في اليمن. أوكي، هناك في تعز مثلا خذلان كبير للمقاومة على مدى سنوات، عدم قدرة على بناء بيروقراطية حديثة أو بيروقراطية تستطيع أن تمسك بالأمور في المناطق بين قوسين المحررة من الحوثيين وعلي عبد الله صالح. نعم. بعد هذا كله بالتأكيد موقف الحكومة يعني بين قوسين الشرعية
علي عبد الرب منصور هادي وحكومته موقف ضعيف جدا. وعموما فإن شرعية عبد الرب منصور هادي قد ضربت وسحقت منذ أن ذهب إلى عمران واستقبل الحوثيين هناك. نعم دكتور خالد، الموقف من الغارات كان حاضرا بقوة في مشاورات المبعوث الأممي، هل تعتقد أن الغارة التي استهدفت المدنيين في صنعاء قد تدفع إلى إعادة النظر في استمرار الغارات في اليمن؟ والله يعني كما ذكر ضيفك الكريم، الكيل بمكيالين، هو أمر عجيب أن التركيز يتم على أي عملية يكون فيها ضحايا من جانب الحوثيين أو علي عبد الله صالح، ولا يتم النظر إلى الضحايا المدنيين في الجانب الآخر. يعني تعز يوميا تتعرض لأضعاف ما حدث في صنعاء، والأمر يقابل ببرود. الصواريخ البلستية تطلق على نجران وجيزان وعلى المناطق السعودية، والصواريخ تطلق كل يوم باتجاه المناطق المدنية، وتعامل الأمر على أنه هذا أمر طبيعي وهذه هي الحرب. ولكن عندما يحدث أي شيء يعني من هذا القبيل في صنعاء أو في صعدة، تقوم الدنيا ولا تقعد. ثم أن هذا التجمع، هل هو تجمع بريء؟ هو تجمع لقيادات عسكرية وسياسية وأمنية حوثية، ومن لكن كان في إطار إقامة مراسم العزاء، ليكن في إطار مراسم العزاء ولأي سبب إن كان. يعني إحنا بنتكلم على فرصة جاتك، يعني واحد ماشي في الشارع تطلق عليه، يعني سبق قصف بيوت لقيادات في حزب علي عبد الله صالح أو بيت علي عبد الله صالح نفسه أو القيادات الحوثية. لم يعني هم يقومون بتفجير بيوت المشاريع، لكن يعني دكتور ولو قاطعتك، يعني العملية أقصد إنه فيها كيل بمكيالين. نعم إحنا أنا ما زلت أقول ننتظر نتائج التحقيق، ولكن أقول بأن هذه الضجة الكبرى التي تحدث كلما حصل أي تفجير أو أي قتلى من المدنيين في جانب معين، تقوم الدنيا في الجانب الآخر. نعم. لا يهمهم بأي شيء، فهذا أمر غير. لكن هناك نقطة دكتور فيما ذكرت، يعني إذا كان مسألة إنه تواجد قيادات ولا بد الخلاص منهم في لحظة مؤاتية، يعني هناك استطاع لدى التحالف وقيادة الشرعية الوصول إلى إحداثيات كل منازلهم وأيضا أماكنهم، سواء علي عبد الله صالح أو غيره. يعني هؤلاء في الجحور، ليسوا في منازل معروفة، يعني سبق وإن كانوا بالجحور هم يستطيعون الوصول لهم، يعني إذا أرادوا. وسبق قصف، أنا لا أعرف إذا كانوا يستطيعون أو لا، ولكن سبقت المحاولة، يعني سبق قصف بيوت له، بيوت لقيادات حوثية ونجوا منها. أنا أتوقع أن أمثال هؤلاء لا يعيشون إلا في الجحور وفي الكهوف. نعم. يختبئون ودعون شعوبهم هي التي تتعرض للقتل وللدمار. نعم دكتور ابقى معنا، نعود بسؤال أخير لسيد أيمن نبيل. سيد أيمن، العملية استهدفت مجلس عزاء لشيخ قبيلة كبرى أصبحت قوات الشرعية على أبواب منطقتها، ويرى الكثير أن مثل هذه العملية قد تدفع هذه القبيلة وكافة ما يسمى قبائل طوق حول صنعاء إلى الوقوف ضد الشرعية، كيف ستؤثر مثل هذه العملية على موقف هذه القوى القبلية برأيك؟ هناك بالطبع تأثير، علينا أن لا نبالغ فيه، ولكن بالتأكيد هناك تأثير لهذا، أن في النهاية تأتي وتقصف يعني رموز خاصة لجماعة أهلية معينة وتنتظر بعد ذلك أن يتعاونوا معك. نعم. هذا أمر يعني الصراحة سريال، يعني غريب. تعليق أخير، أنا أعتذر يعني، ولكن تعليق أخير، الضجة التي تقام على أي قتلى من المدنيين في أي مكان. نعم. وهذا الكيل المكيال إن تقوم به النخب أو الأتباع للتحالف العربي وللحوثيين، أما المثقف أو المسيس الوطني فلا يقوم بهذا السلوك. ما يقوم به هو التأكيد على أن كل الدم سواء، وأن يقوم بأن يتبع معايير ثابتة ومتساوية مع جميع الضحايا. في النهاية هؤلاء كلهم يمنيين، هذه كلها بلادنا. أي محاولة كلمة كيالين هذه تقوم بها النخبة، لا يقوم بها النخبة هذه التابعة، ولا يقوم بها شخص محترم. نعم، وبالعودة لموضوع يعني الاستهداف الذي تم لقبيلة من القبائل التي وصلت إليها أو إلى يعني إلى مشارفها قوات الشرعية، يعني هل سيكون لذلك تأثير؟ قلت لك إنه التأثير في النهاية قد يكون، ولكنه يجب علينا ألا نبالغ فيه. يعني في النهاية مثل ما قلت لك تستهدف أنت رمز لجماعة أهلية، هذه الجماعة لها تركيب معين
في النهاية ليس داخلها آراء متعددة، هناك شيخ قبيلة ومشايخ معينين هم الذين يحددون. أنت الآن أتيت وأظهرت لهم أنهم بلا قيمة في الحقيقة، وأتيت لتقصف. خلي بالك الآن القصف هذا لم يحدث في مكان مثلا في تجمع سياسي، في بعكس ما يقول ضيفك هذا تجمع عزاء، يعني هناك حدود دنيا يجب اتباعها في الحروب على الأقل. حتى الجوانب حتى في تاريخنا نحن، يعني التاريخ العربي كلاسيكية الفروسية، هذا كله راح يعني في النهاية، وهذه البنى القبلية في النهاية تستبطن هذا الوعي، يعني في النهاية في حدود، بالنهاية في أشياء، في خطوط حمر، لكن عندما تتجاوز كل هذه الخطوط الحمر عليك أن يعني تتوقع بعد ذلك ردة فعل يعني مضادة دفاعية بالمطلق، وأعتقد أن هذا ما سيحصل. نعم، أشكرك المحلل السياسي أيمن نبيل، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. نعود بسؤال أخير لضيفنا الدكتور خالد باطرفي. دكتور خالد، مع تزايد الإدانات الدولية هل يمكن أن نرى عمليات التحالف العربي وقد تحولت إلى شكل آخر؟ يعني مثلا الاكتفاء بدعم عمليات الجيش الوطني والمقاومة وإيقاف الغارات على المدن؟ لا أتوقع ذلك، لأن لو كان هناك خطأ فالأخطاء ستحدث أكثر على الأرض، لأنه أنت في السماء عندك صور ساتلايت، عندك أسلحة ذكية، عندك تحديد مواقع، عندك، لكن عندما تكون على الأرض وقصف مباشر تحدث أخطاء أكبر. فالحقيقة أنه نسبة الأخطاء التي تحدث من الغارات الجوية هي أقل بكثير في الحرب الحديثة من الأرض. فطالما أن هدفك لم يتحقق وهو تحرير الشعب اليمني من براثن هؤلاء الانقلابيين، فلن تستطيع إلا أن تواصل حتى تصل إما إلى السلام، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، أو إلى تخليصهم بالقوة. نعم، إذن أشكرك المحلل السياسي والكاتب الدكتور خالد باطرفي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل كمال حيدر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله وحفظه.